طب ايه القصة؟ يعني النهاردة في الكلام اللي طلع على السوشيال ميديا والفيديوهات تاني، يعني موضوع الفيديوهات ده بقى منتشر بشكل كبير، والله فهتكلم على قصة التصوير دي، بس ايه القصة انه الادعاء بأن هناك 4 متوفين توفوا بسبب نقص الأكسجين، هل هذا صحيح؟ لا، احنا لا ننكر ان في 4 وفيات طبعا خلاص، لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان الحالات اللي كانت توفت 76 سنه و67 سنه و64 سنه، اصحاب امراض مزمنه، منهم واحد كان عنده جلطه في المخ قديمه كمان خلاص، بخلاف مرض السكر، وصلوا المستشفى في حالات يعني التهاب رئوي شديد جدا خلاص، ونقص في الاكسجين، وتم التعامل معهم خلاص، الا ان الحالات دي زي ما حضرتك عارفه خلاص، الهاي ريسك اللي هي معاها امراض مزمنه وسن كبير خلاص، واتاخروا على بال ما يجوا او الكلام ده خلاص، طبعا بيعاني معاها الفريق الطبي خلاص، والامور بتبقى في يعني زي ما حضرتك شفتي كده خلاص، بتحصل حالات وفاه بالذات في السن الكبير والامراض المزمنه. يعني حضرتك بتؤكد لي انه هذه الوفيات لم تكن بسبب نقص الاكسجين؟ عندنا فندم في اي مستشفى، اي مستشفى فيها خزان اكسجين فيها كمان شبكة اكسجين احتياطي على اسطوانات خلاص، بما فيها لازم تكون مستشفى الحسينية يا بما دكتور؟ فيها مستشفى الحسينية خلاص، ده موجود فيها، موجود فيها شبكة الاكسجين، موجود فيها شبكة احتياطي على اسطوانات خلاص، بتاخد 24 اسطوانة، الاسطوانات دي خلاص الكباستي بتاعتها بتعدي ال 800 لتر، بتكفي تقريبا 15 ساعة خلاص ضخ أكسجين للمرضى. كمان عايز أقول لحضرتك على حاجة، إن العناية كان فيها حالتين كمان ما جرى لهمش حاجة، لو ده نقص أكسجين كان في 33 حالة في العزل خلاص، لم يحدث لأي حالة منهم أي أعراض جانبية، كان في كمان 11 طفل في الحضانات بخلاف 3 حالتين في العناية الباطنة و3 حالات في عناية القلب خلاص، كل ده طبعا خلاص المفترض ان على الاقل خالص لو كانت ده قطع اكسجين او ضعف كانت اكسجين، قطع كانت عليهم الحالات دي كلهم. على الاقل كنا هنلاقي بقى حالات مرضية، يعني حالات عانت خلاص من تدهور في صحتها خلاص، لا اما بالوفاة لا اما بتدهور في الصحة خلاص، فده ما يدلل على ان لا القصة مش اكسجين. طيب خليني بس اعود لبيان السيده وزيره الصحه اللي قالت انه غير المعلومات اللي حضرتك قلتها انه 11 حاله في الحضانات، حالتين برعايه القسم الباطنه، 3 حالات بالقلب، 7 حالات بالعنايه المركزه لمرضى كورونا، و33 بقسم العزل، وانه خزان الاكسجين كان يحتوي امس على 500 لتر من غاز الاكسجين، وان الوفاه للاربع حالات كانت على فترات زمنيه مختلفه. هل هذا يعني هو ده اللي حصل فعلا؟ هو ده اللي حصل بالفعل، والنهارده انا كمان كنت موجود في المستشفى، كان موجود لجنه شكلتها مع الوزيره عشان تشوف الوصفات الطبيه والاجراءات الطبيه اللي تم اتخاذها مع المرضى بالتنسيق وبالاشتراك مع ناس من فنيين من المديريه، كمان كان في معانا الصيانه عشان تطلع على شبكه الغازات، وعايز اقول لحضرتك على حاجه، ان يعني شبكه الغازات ما فيهاش اي مشكله ولا ادنى مشكله، والدليل هو استمرار العمل بدون ادنى مشكله خالص في اي مريض، الحمد لله.